نعم، يعني منذ ساعات صباح هذا اليوم والقصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خان يونس لم يتوقف بصورة كبيرة جدا. كانت هناك سلسلة من الانفجارات العنيفة جدا التي ضربت مناطق مختلفة من مدينة خان يونس، لا سيما وأن هذا القصف ترافق أيضا مع تفجيرات قام بها الجيش الإسرائيلي منذ 5 ساعات أو 4 ساعات إلى الآن، والتفجيرات مستمرة في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس. بدأ القصف في منطقة قيزان النجار وجور تلوت وبطن السمين، هذه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، من خلال الأحزمة النارية وعمليات القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. ثم تواصلت عمليات القصف اليوم، تحديدا تركزت على وسط المدينة وأحيائها الجنوبية والشمالية. كانت هناك في منطقة معن ومنطقة الشيخ ناصر ومنطقة وسط المدينة كانت هناك أيضا سلسلة من الانفجارات، بالإضافة إلى منطقة المحطة وشرق خان يونس ومنطقة الفخاري. لكن اليوم بمقابل هذه الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي كانت هناك اشتباكات عنيفة جدا في أكثر من محور. المحور الأول قيزان النجار ومعن، حيث سمعنا أصوات انفجارات ضخمة وكبيرة ناتجة عن استهداف آليات الإسرائيلية من قبل المقاومة الفلسطينية. بالمقابل ردت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف مواقع عديدة في تلك المنطقة. الشهود العيان قالوا أن مربعات سكنية تم تدميرها في منطقة الشيخ ناصر والشاعر وزعرب والبيوك ومنطقة المقبرة القديمة ومنطقة السكة. هذه المناطق تعرضت إلى عمليات من الطائرات الحربية الإسرائيلية بصورة كبيرة جدا. لكن الأخطر اليوم كان هو التفجيرات. نحن نتحدث عن 3 تفجيرات ضخمة ضربت أماكن متفرقة من مدينة خان يونس. الانفجار الأول والذي كان في يعني واضحا للناس وواضح لكاميرا الغد كان في منطقة المحطة، حيث شاهدنا انفجارات كبيرة هزت هذه المنطقة وعلى مساحات واسعة، وتلا ذلك انبعاث دخان أبيض كثيف من هذه المنطقة. بعد ذلك كان هناك انفجارات أو تفجيرات ضخمة في وسط المدينة إلى المنطقة إلى جنوب منطقة المحطة. هذه المنطقة شهدت تفجيرات ضخمة جدا في تلك المنطقة، لحتى هذه اللحظة لا تزال سحب الدخان تنبعث من هذه المناطق جراء هذه التفجيرات الإسرائيلية. وأيضا مناطق شرق خان يونس شهدت هي الأخرى عمليات قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. القصف الإسرائيلي على خان يونس أدى اليوم إلى استشهاد نحو 8 فلسطينيين حتى هذه اللحظة وإصابة العشرات، من بينهم شهيدين من شركة الاتصالات الفلسطينية وشهيدين في منطقة عبسان، وأيضا عدد من الشهداء في منطقة قيزان النجار وأيضا في منطقة وسط مدينة خان يونس حتى اللحظة. وما يؤكده الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة وشهود عيان بأن هناك العشرات من الشهداء لا زالوا على الأرض في شوارع مختلفة من مدينة خان يونس، ولا أحد يستطيع الوصول إليهم جراء عمليات القصف العنيف التي استهدفت هذه المدينة. التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف، الغارات الإسرائيلية متواصلة والقصف الإسرائيلي العنيف متواصل، والتفجيرات حتى هذه اللحظة متواصلة فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. شكرا جزيلا لك إبراهيم قنن من خان يونس.